نعم اللي طرحت الآن مع أو راح نسمع من الأستاذ محمد السليم رئيس لجنة تراخيص الأندية. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله أخوي، مساء عليك وعلى السادة المستمعين. حياك الله أستاذ محمد. المشاهدين طبعا. حياك الله. أسألك السؤال الأول، ما هي المعايير اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية بالنسبة للأندية؟ علشان بس نوضحها للجمهور بشكل عام. طبعا المعايير هي خمسة، معايير رياضية ومعايير البنية التحتية والمعايير الإدارية والمعايير القانونية والمعايير المالية. جميل. طبعا كل معيار يندرج تحت A و B و C، يعني هذا لابد الـ A لابد اجتيازه بالكامل، الـ B يحتاج إلى متابعة، والـ C طبعا الأندية مخيرة فيه. واجهتم صعوبة من خلال تقديم الأوراق أو من خلال فحص الأوراق للأندية؟ والله تتكلم عن أندية ثقيلة جدا مثلها، يعني مثل الدوري السعودي، تتكلم عن هلال، أهلي، نصر، اتحاد، شباب، رائد، تعاون، فتح، فيصلي، غبسية، يعني أندية للأمانة ثقيلة جدا، وتتكلم عن عدد محترفين، تتكلم عن تعاقدات، تتكلم عن أمور مالية وأمور، أكيد أن الملفات حتكون كبيرة جدا. كان العبء الأكبر طبعا مناسبة أني يعني أتقدم بالشكر للإخوان في إدارة التراخيص الأخ عبد العزيز الحميدي والإخوان الزملاء الموجودين معه، كانوا متابعين خلال تقريبا أكثر من 6 شهور متابعة والانتهاء من العمل الكبير، لكن نتمنى طبعا أنه يكون العدد أكبر من كذا. الأندية اللي حصلت 5 والأندية التي لم تحصل 7، كانت نتمنى يعني ونمني النفس انه يكون 12 نادي يحصلون على الرخصه هذه، لكن ان شاء الله نتمنى لهم في المواسم القادمه باذن الله تعالى ان يحصلون. طيب عندي برضو يعني تساؤل اخر، الاستئناف استاذ محمد يعني هو محدد بثلاث ايام صحيح؟ طيب الاستئناف هذا هل يندرج تحته فرصه اعطاء الانديه مهله السداد يعني خلال 3 ايام، او ان الاستئناف فقط محدد باستكمال الاوراق؟ شوف يا اخوك، الاستئناف طبعا الانديه ما تستطيع انها تقدم اليوم اي مستند الا عن طريق الموقع الالكتروني كلاس، وهذا الموقع طبعا تم اغتاله من قبل الاتحاد الاسيوي، فكل الاستئناف يكون تقديم على الاوراق اللي قدمت. ما في اوراق جديده يمكن تقديمها او سندات يمكن تسديدها اليوم. طيب هم يستأنفون على ما قدم عليه على قرار اللجنه، انه احنا قدمنا اوراق هذه وما قبلوها، لكن اوراق ما قدمت ما يقدمون اليوم اي ورقه، ولا حتى ايضا سداد اي التزامات ماليه حتى يتم الحصول على الرخصه الاسيويه خلال 3 ايام. ما يستطيع، لانه احنا اصلا احنا متابعين يعني النظام هذا والموقع هذا موجود لدى الاتحاد الاسيوي والاخوان في اداره التراخيص، وموجود في عند الانديه. وكل الملاحظات اللي اليوم بسببها ما منح النادي اي نادي سعودي هي موجودة عنده من قبل يعني. أها جميل. طيب اليوم أعلنت إدارة نادي الباطن وكذلك أيضا إدارة نادي الرائد بالاستئناف، هل وصلكم شيء رسمي منهم؟ والله ما أنا ما وصلني، الإخوان ما بلغوني، أنا يعني إلى الآن ما وصلني شيء، لكن عموما الموضوع بالنسبة لي أنا انتهى. أي شيء يقدمونه لإدارة التراخيص من أجل الاستئناف فقط لا غير. أها فقط. طيب أما 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 قرار اللجنة طلع طبعا. جميل. لائحة دوري أبطال آسيا تنص على مشاركة الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية بحسب مقاعد اتحاداتها، شرط ألا يقل ترتيبها بجدول الدوري عن المركز السابع. اليوم نتكلم عن الأندية اللي منحت الرخصة الآسيوية، الهلال والأهلي وكذلك أيضا الفيصلي والفتح والقادسية. الفيصلي والفتح والقادسية مراكزهم تحت المركز السابع الموسم الماضي. اليوم رسميا ما راح يشارك الا ناديين فقط؟ اول شيء فقط انه هي اللائحه تنص على 50% من عدد الانديه المشاركين في الدوري. طبعا لو كان العدد المشاركين مثلا لنفرض انه عدد الانديه الموجوده في السعوديه 14 في الدوري لنفرض 20 فنفترض 10، اليوم 14 فمعناها 7، ما لها علاقه بالترتيب انه السابع، هي 50% من عدد الانديه المشاركه في الدوري. هذا للتوضيح. بالنسبه لليوم احنا وصلنا الى مركز 8 و9، اللي هو في الفتح كان المركز 8 والفيصلي كان المركز 9. مفترض انه هذا القرار انه الانديه 8 و9 ما يشاركون الا بقرار اسيوي. اها يتم الرفع من الاتحاد السعودي.
يتم الرفع بترتيب الانديه، والاتحاد الاسيوي هو اللي قرر الموضوع هذا. طبعا يعني خلينا نقول نكون صادقين، يعني الاتحاد السعودي اكيد ما راح يقف متفرج، اكيد الاتحاد السعودي بيروح يدعم انديته للمشاركه والمحافظه على 3 مقاعد النصف. لكن اللائحه تنص على انك انت 50%، اليوم انت ما وصلت ال 5%، انت وصلت 8 و9، فمعناها انه بيكون مشاركه الانديه في 8 و9 بتكون صعبه. اها، طيب هذه راح تاثر على عدد المقاعد بالنسبه للانديه السعوديه؟ لا 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 باذن الله ما تاثر. ان شاء الله الهلال باذن الله تعالى عنده مباراه ويتاهل للنهائي باذن الله، وكذا نضمن 3 مقاعد ونص. اها، الموسم القادم باذن الله. اها جميل. طيب في سؤال من الاستاذ حمد. مساك الله بالخير استاذ محمد. مساك الله بالنور، اهلا وسهلا اخوي. استاذ محمد، اتذكر الاتحاد الاسيوي حدد يوم 31 اغسطس لسداد كافه الالتزامات الماليه على اي نادي قبل تقديم ملفاته لاستخراج الرخصه. بعد 31 اغسطس بدات فتره التدقيق اعتقد في الرخص الى حد اليوم اللي اعلن فيه هويه من استخرج الرخصه. خلال هالفتره هل كان يحق لاي نادي انه يسدد اي مستحقات متاخره للحصول على الرخصه بعد 31 اغسطس؟ اول شيء ما كانت 31 اغسطس. بالنسبه لنا احنا كان المحدد لنا في اخر يوم للانديه في 31/9، هذا اخر يوم لتقديم ما عندهم. لكن يعني احنا المفترض احنا طبعا نقدم في 31/10، لابد يتم ابلاغ الاتحاد الاسيوي لكره القدم بالانديه الحاصله على الرخصه. حتى اليوم 15، يعني لو كان اليوم ما جهزنا احنا وكانت الملفات ما كانت بالنسبه لنا، يعني كنا نحتاج وقت للاستيضاح من بعض الانديه ببعض المستندات المقدمه، كان يكون تاخرنا الى يوم 20 عشان نعطي الانديه اللي تبي تستانف 3 ايام، ويكون في فرصه للاخوان في لجنه الاستئناف انه يعني لمراجعه الاوراق لمراجعه الاستئناف المقدم لنا. جميل. طيب استاذ محمد، معناتها 31/9 مش 8 ها؟ صحيح. طيب بعد 31/9 هل كان يحق لاي نادي انه لا 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 ما يحق، لانه هذا موقع الكتروني. لانه معلش استاذ محمد، انا شفنا كثير من الانديه او بعض الانديه خلينا نقول في اجتماعات شرفيه وخلافه ذكرت انه تسعى لسداد جمع مبالغ لسداد المستحقات لاستخراج الرخصه الاسيويه مع ان انتهت الفتره اللي هي يوم 31/9. والله انا ما عندي يعني هذه يرجع للانديه استاذ محمد. اي يرجع، انا ما عندي خلفيه على الموضوع هذا. الانديه اجتمعت بالنسبه لي انا وهم كانديه هم يعون يعني المواعيد اللي نهائيه لكل عيار المعايير الخمسه. فهذه يعني اعتقد انه اداره التراخيص مشكوره براسه الاخ عبد العزيز الحميدي والزملاء اللي معه يعملون، اقاموا ورش عمل وحج واعطوهم التواريخ النهائيه لكل معيار. فاليوم كل شيء موجود عند الانديه وفي مسؤول اصلا معتمد من قبل كل نادي هو المسؤول عن الرخصه هذه ومتابعه الاوراق والمستندات المقدمه. جميل. يعطيك العافية الأستاذ محمد السليم رئيس لجنة تراخيص الأندية، وشاكر لك على تجاوبك المستمر الدائم مع برنامج الملعب. شكرا لك أستاذ محمد، حياك الله. يعطيك العافية أبو سلطان.